بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 108. نعم، امتلعوا بالشيطان بهذه الأمة، يعني بأمة اليهود، بأمة اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة، لما حرم الله عليهم الشحوم امتحانا لهم وابتلاء وتشديدا عليهم، لأنهم شددوا فشدد الله عليهم. لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا من الاحتيال؟ أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وقالوا نحن ما أكلنا الشحوم، إنما أكلنا الودك المذاب من الشحوم. جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، مع أن الله إذا حرم شيئا حرم ما اشتق منه أو حول منه. فهذا من تلاعب الشيطان باليهود، وفتح لهم باب الحيل على محارم الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وهذا من عدم فقههم عن الله تعالى دينه، فإن ثمنها بدل منها. نعم، وبدل الحرام حرام، فهم ما فعلوا شيئا إلا الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن ثمنها بدل منها، فتحريمها تحريم لبدلها والمعاوضة عنها. نعم. كما أن تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير يتناول تحريم أعيانها وأبدالها. وأبدالها، نعم، جمع بدل، فما تحول منها أو تفرع منها فإنه حرام كأصله. وهذا من احتيال اليهود على ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن تلاعبه بهم أيضا اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. هذه المصيبة التي قل من يسلم منها، أنهم الله جل وعلا حرم الصلاة عند القبر أو إلى القبر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك والغلو في الميت. فاليهود لم يتنبأوا لذلك، بنوا على قبور أنبيائهم مساجد وصلوا عندها، ثم تحول الأمر إلى أن عبدوها واعتقدوا فيها من دون الله عز وجل. وهذه المصيبة تسربت إلى المسلمين بعد العصور المتقدمة، بعد عصر الصحابة والتابعين ومن تبعهم. فلما طال الأمر عظموا القبور، وعال بهم الأمر إلى أن اعتقدوا فيها أنها تنفع وتضر. ف
فعبدوها من دون الله عز وجل، صاروا يتقربون إليها، يعتكفون عندها، ويقفون لها الأوقاف والنذور اعتقادا ببركتها ونفعها. وهذه مصيبة عظيمة كاد بها الشيطان كثيرا من الناس، تعظيم القبور، تعظيم الأموات، البناء على القبور، الصلاة عند القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور إلا صلاة الجنازة، وأما غيرها فلا يصلى عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى الغلو في الموتى. فأصاب الناس بلاء من هذه الفتنة الشيطانية، الغلو في القبور، قبور الأنبياء، قبور الصالحين. نعم. ومن تلاعبه بهم أيضا اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولعنته تتناول فعلهم. نعم. ومن تلاعبه بهم ولعنته وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولعنته تتناول فعلهم. نعم، فعل اليهود وفعل من تشبه باليهود في هذا الأمر من هذه الأمة. نعم. ومن تلاعبه بهم أيضا أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم. نعم، من تلاعبه بهم أنه حملهم على قتل الأنبياء، قتلوا زكريا عليه السلام، قتلوا يحيى ابن زكريا، إذا لم يجاروهم على ما يريدون قتلوهم، حاولوا قتل عيسى عليه السلام واجتمعوا لقتله، فرفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، قتلوا رجلا دلهم على المكان الذي فيه المسيح عيسى بن مريم، دلهم عليه وهو من أتباع المسيح ومن تلاميذ المسيح، ولكنه والعياذ بالله أغواه الشيطان فدلهم على المكان الذي فيه المسيح عليه السلام، وألقى الله شبه المسيح على هذا الرجل الذي دلهم على مكانه فظنوه المسيح، قتلوه وصلبوه، ومنه عبادة الصليب المستمرة إلى الآن، الرجل المصلوب يعبدونه يظنون أنه المسيح، والله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه، يعني المسيح عليه السلام، ولكن شبه لهم، ألقى الله شبهه على هذا الرجل فقتلوه يظنونه المسيح. نعم. ومن تلاعبه بهم أيضا أنهم كانوا يقتلون الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم، ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى. يقتلون الأنبياء ويغلون في العلماء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار لليهود والرهبان من النصارى وهم العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فهذا كيد الشيطان
لليهود والنصارى. نعم. ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، يحرمون لهم الحلال، يحرمون عليهم الحلال فيعتقدون تحريما، ويحلون لهم الحرام فيعتقدون حل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هؤلاء يعبدون آلهة كثيرة، الأحبار والرهبان كثيرون، فمن غلا في العلماء أو الصالحين ففيه شبه من اليهود والنصارى. الغلو لا يجوز بشخص أو بمكان، الغلو محرم وهو الزيادة عن الحد المشروع، هذا غلو، وهو الزيادة، يقال غلى القدر إذا زاد، الغلو محرم، والمطلوب الاعتدال، الاعتدال بين الغلو وبين التساهل، هذا هو المطلوب. نعم. ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، يحرمون عليهم ويحلون لهم فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم. وهذا وقع في هذه الأمة، أنهم نحوا هذا المنحى إلا من رحم الله، فصاروا يأخذون أقوال أهل العلم ويعتقدونها تشريعا من عند الله عز وجل، فيبنون عليها دينهم ومعاملاتهم وأمورهم، وهي ليست من دين الله، وإنما هي من دين الشيطان زينه لهم، فأخذوه عن الشيطان وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثلهم من يأخذ بالرخص من كلام العلماء، إذا اختلفوا في شيء ظن أن الاختلاف يسهل عليه أن يأخذ هذا المختلف فيه، وما دام فيه خلاف ولا فيه إجماع فيأخذ بهذا الشيء المختلف فيه، ولم يسأل عن دليله ومأخذه هل هو صحيح أو غير صحيح. لا نأخذ أقوال أهل العلم مطلقة، وإنما نعرض أقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل عليه الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل فهو اجتهاد أخطأ فيه، ولا نأخذه وهو خطأ. نعم. يحرمون عليهم ويحلون لهم فيأخذون بتحريمهم وتحليلهم ولا يلتفتون هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله تعالى أم لا. يعني نقول ما دام فيه خلاف فالأمر سهل، ويأخذون اللي يصلح لهم، ولو كان مخالفا لشرع الله عز وجل يظنون إن الخلاف يبيح لهم هذا الشيء، وأن قول العالم يبيح لهم هذا الشيء، وهذا من كيد الشيطان وتلاعبه بهم. نعم. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم الطائي، حاتم الجواد المشهور في طي، وابنه عدي من خيار الصحابة رضي الله عنه، وكان قائدا كبيرا في الجهاد رضي الله عنه. نعم. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن قوله تعالى:
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم. رواه الترمذي. نعم، العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، اسم جامع هذه العبادة، ولا يعتبر ولا يتعبد بالشيء إلا إذا صح دليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا عندنا هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، فنقتفي أثرهم ونسلك مسلكهم، هذا هو الحق الذي تبرأ به الذمة. نعم. وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان، أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه، ويتخذ من لم تضمن له عصمته ندا لله يحرم عليه ويحلل له. نعم. ومن تلاعبه بهم ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهم السلام وقتلهم لهما. نعم. حتى سلط الله عليهم بختنصر وسنحاريب وجنودهما فنالوا منهم ما نالوه. نعم، سلط الله عليهم الجبابرة لما قتلوا أنبياء الله زكريا وابنه يحيى عليهما السلام. لماذا قتلوهما؟ لأنهما لم يوافقوهما على أهوائهم ورغباتهم، وإنما أوقفوهم على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهما، قتلوا الأنبياء، وهموا بقتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أنجاه منهم. فهذا شأن الضالين من اليهود والنصارى. ولهذا في سورة الفاتحة يقول تعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء لله عز وجل، دعاء لله أن يهدينا الصراط، يعني الطريق المستقيم المعتدل. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ ذكرهم الله في قوله سبحانه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم المنعم عليهم. نعم. ومن تلاعب الشيطان بهم ما كان منهم في شأن زكريا ويحيى عليهما السلام وقتلهم لهما، حتى سلط الله عليهم بختنصر وسنحاريب وجنودهما فنالوا منهم ما نالوه. ثم كان منهم في شأن المسيح ورميه وأمه بالعظائم. نعم، اتهموا مريم عليه السلام، المسيح عيسى بن مريم ليس له أب، ولذلك ينسب إلى أمه عيسى بن مريم، ومريم هي بنت عالم اليهود، مريم بنت عالم اليهود الصالح، الرجل الصالح التقي، هذه مريم. عيسى
ليس له أب، وإنما وجد بنفخة جبريل عليه السلام، نفخنا فيه التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يعني من جبريل عليه السلام، نفخ في فرجها، وقيل نفخ في جيبها، نفخ في جيبها، تحولت النفخة إلى فرجها، فكان منها المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فهو من نفخة جبريل. نعم. ثم كان منهم في شأن المسيح ورميه وأمه بالعظائم وهم يعلمون أنه رسول الله تعالى إليهم، فكفروا به بغيا وعنادا وراموا قتله وصلبه، فصانه الله تعالى من ذلك ورفعه إليه وطهره منهم. رفعه إليه سبحانه، بل رفعه الله إليه، فهو حي في السماء وسينزل في آخر الزمان فيقتل الدجال، يقتل المسيح الدجال بباب لد في فلسطين، يقتل المسيح، مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة والعياذ بالله. نعم. وراموا قتله وصلبه فصانه الله تعالى من ذلك ورفعه إليه وطهره منهم، فأوقعوا القتل والصلب على شبهه وهم يظنون أنه رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا نفى ذلك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني وضع شبهه على الرجل الذي دلهم على مكان المسيح. نعم. فانتقم الله تعالى منهم ودمر عليهم أعظم تدمير، وألزمهم حكم الكفر بتكذيبهم بالمسيح، كما ألزم النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يزل أمر اليهود بعد تكذيبهم بالمسيح وكفرهم به في سفال ونقص في سفال ونقص إلى أن قطعهم الله تعالى في الأرض أمما ومزقهم كل ممزق وسلبهم عزة. نعم. فاليهود مزقهم الله في الأرض وشتتهم، سلط عليهم الجبابرة فلم تقم لهم دولة، لم تقم لهم دولة، وهذه الدولة الموجودة الآن لهم إنما هي بمظاهرة النصارى لهم، بمظاهرة النصارى لهم، وإلا هم لا يستطيعون أن يقيموا دولة. نعم. ومزقهم كل ممزق وسلبهم عزهم وملكهم، فلم يقم لهم بعد ذلك ملك، إلى أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فكفروا به وكذبوه، فأتم عليهم سبحانه غضبه ودمرهم غاية التدمير، وألزمهم ذلا وصغارا لا يرفع عنهم، إلى أن ينزل أخوه المسيح من السماء فيستأصل شأفتهم ويطهر الأرض منهم ومن عباد الصليب. نعم. إذا نزل المسيح عيسى بن مريم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، طهر الله به الأرض من الشرك والكفر، وانتقم الله به من هؤلاء الظلمة المخالفين لدين الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. فيقتل المسلمون اليهود، يقتل المسلمون اليهود في آخر الزمان، حتى إن الشجرة تنادي المسلم فتقول يا مسلم يا ولي الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فيقتله
تسليط الله عليهم سبحانه وتعالى بسبب كفرهم وطغيانهم واعتدائهم على المسلمين. نعم. قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فالغضب الأول نعم فالغضب الأول بسبب كفرهم بالمسيح، والغضب الثاني بسبب كفرهم بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. هذا شأن اليهود، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ولهذا في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. نعم. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة أن ألقى إليهم أن الرب تعالى محجور عليه في نسخ الشرائع، فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. نعم، لهذا ينكرون النسخ، اليهود ينكرون النسخ في الشرع، والنسخ ثابت وارد، ينسخ الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فالله جل وعلا ينسخ بعض الأحكام بأحكام مثلها أو أحسن منها، أو ينسخ إلى غير بدل، ينسخ إلى بدل أو ينسخ إلى غير بدل. نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة أن ألقى إليهم أن الرب تعالى محجور عليه في نسخ الشرائع، فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فهم ينكرون النسخ، اليهود ينكرون النسخ في الشرع، والنسخ ثابت، فالله جل وعلا ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. نعم. وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسل لهم في جحد نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الضلالة اتخذوها دينا لهم، فأنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بنسخ ما كان من قبله من الأحكام التي انتهت صلاحيتها، فنسخها الله بخير منها أو مثلها. نعم. وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء، وهو على الله تعالى محال. يستلزم، هذه شبهتهم، يستلزم البداء، يعني أن الله لم يكن عالما من قبل فعلم فنسخ، هذه شبهتهم. الله جل وعلا عالم بكل شيء، والأحكام تصلح لوقت دون وقت، فينسخ الله جل وعلا ما انتهت صلاحيته ويثبت ما بقيت صلاحيته من الشرائع. نعم. وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء، وهو على الله تعالى محال. وقد نعم، البداء يعني أن الله بدا له أن هذا ما يصلح، وأن المنسوخ به أصلح للناس، هذه شبهتهم. الله جل وعلا يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، وليس معنى النسخ أن الله كان يجهل صلاحية هذه الشريعة التي نسخها، وإنما يعلم أنها تصلح في وقتها فينسخها الله بأحسن منها أو مثلها. نعم. أو ينسخ إلى غير بدل،
نعم. وقد أكذبهم الله تعالى في نص التوراة كما أكذبهم في القرآن، قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم، هذا الذي بين الله به ضلالهم، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ولما زنى رجل منهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يظنون أن الرسول سيخفف عنه العقوبة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون به أنتم؟ قالوا: نسود وجهه ونركبه على حمار على قفاه ونطوف به في الناس. هذا ما كذبوه والعياذ بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم التوراة فوضع اليهودي أصبعه على الآية التي فيها الحق، وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا، عبد الله من علمائهم، من كبار علمائهم، من الله عليه بالإسلام وأسلم، وكان حاضرا، فقال له: ارفع يدك. فلما رفع يده فإذا الآية تلوح واضحة في الحكم الذي يريد أن يكتمه. نعم. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل. وإسرائيل هو يعقوب، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، هو إسرائيل، إسر عبد، إيل الله أي عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله. نعم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ما حرم إسرائيل على نفسه، هذا دليل النسخ، وهو في كتابهم ومعلوم عندهم، لكن جحدوه. نعم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام حنيف مسلم، وهم يزعمون فيه أنه على دينهم، وأنه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، ما كان من المشركين، هذا إبراهيم عليه السلام. هم يزعمون أنه على دينهم. نعم. فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه وتعالى: لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلالا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه. ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته، وأن الذي كان لهم حلالا إنما هو بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده،
إلى حين نزول التوراة، ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم التي كانت حلالا لبني إسرائيل، وهذا محض النسخ. وهذا محض النسخ. النسخ نعم. وقوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة، أي كانت حلالا لهم قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم، أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم وهي لحوم الإبل وألبانها خاصة؟ نعم. وإذا كان إنما حرم هذا وحده وكان ما سواه حلالا له ولبنيه وقد حرمت التوراة كثيرا منه، ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى. وإسرائيل عليه السلام إنما حرم ما حرم لأنه يضر به، وهو لبن الإبل لأنه يضره ولا يطابقه. نعم. ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في نسخها، فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما وردوه. فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما وردوه. نعم. ما تبين لهم لأكثرهم، تبين للآخرين. نعم. وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال، وذلك نسخ لحكم البراءة الأصلية، فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا، فإن القوم لم ينكروا رفع البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب، إذ هذا شأن كل الشرائع، وإنما أنكروا تحريم ما أباحه الله تعالى فيجعله حراما، أو تحليل ما كان حرمه فيجعله مباحا، وأما رفع البراءة والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل. نعم. ثم يقال لهذه الأمة الغضبية، هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ فهم لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة، فيقال لهم فهل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ فإن قالوا لم ترفع شيئا من أحكام تلك الشرائع فقد جاهروا بالكذب والبهت، وإن قالوا قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة فقد أقروا بالنسخ قطعا. نعم. وأيضا فيقال للأمة الغضبية، هل أنتم اليوم على ما كان عليه موسى عليه الصلاة والسلام؟ فإن قالوا نعم، قلنا أليس في التوراة أن من مس عظم ميت أو وطئ قبرا أو حضر ميتا عند موته فإنه يصير من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك، فيقال لهم أعد. وأيضا فيقال للأمة الغضبية، هل أنتم اليوم على ما كان عليه موسى عليه السلام؟ فإن قالوا نعم، قلنا أليس في التوراة أن من مس عظم ميت أو وطئ قبرا أو حضر ميتا عند موته فإنه يصير من النجاسة بحال لا مخرج له منها إلا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها؟ فلا يمكنهم إنكار ذلك. نعم. فيقال لهم فهل أنتم اليوم على ذلك؟ فإن قالوا لا نقدر عليه، فيقال لهم لما جعلتم
أن من مس العظم والقبر والميت طاهرا يصلح للصلاة، والذي في كتابك والذي في كتابكم خلافه. فإن قالوا لأن عدمنا أسباب الطهارة وهي رماد البقرة، وعدمنا الإمام المطهر المستغفر، فيقال لهم فهل أغناكم عدمه عن فعله أو لم يغنكم؟ فإن قالوا أغنانا عدمه عن فعله، قيل لهم قد تبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر، فيقال وكذلك يتبدل الحكم الشرعي بنسخه لمصلحة النسخ. نعم. فإنكم إن بنيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام فلا ريب أن الشيء يكون مصلحة في وقت دون وقت وفي شريعة دون أخرى، كما كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة في شريعة آدم عليه السلام ثم صار مفسدة في سائر الشرائع. نعم، يعني انتهت صلاحيته. نعم. وكذلك إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم عليه السلام ومن قبله وفي سائر الشرائع، ثم صار مفسدة في شريعة موسى عليه السلام، وأمثال ذلك كثيرة. وإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام ومنعتم تعليلها بها فالأمر حينئذ أظهر، فإنه سبحانه يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، والتحليل والتحريم تبع لمجرد مشيئته لا يسأل عما يفعل. وإن قلتم لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه أسلافنا، فقد أقررتم بأنكم الأنجاس أبدا ولا سبيل لكم إلى حصول الطهارة، فإن قالوا نعم الأمر كذلك، قيل لهم فإذا كنتم أنجاسا على مقتضى أصولكم فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه 7 أيام اعتزالا تخرجون فيه إلى حد لو أن أحدكم لمس ثوبه ثوب المرأة نجستموه مع ثوبه. فإن قلتم ذلك من أحكام التوراة، قيل لكم ليس في التوراة أن ذلك يراد به الطهارة، فإذا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسل فهي إذن أشد بالغسل، والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسل فهي إذن أشد من نجاسة الحيض. ثم إنكم ترون أن الحائض طاهر إذا كانت من غير ملتكم، ولا تنجسون من لمسها ولا الثوب الذي تلمسه، فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم ليس في التوراة. فصل. قالت الأمة الغضبية التوراة قد حضرت أمورا كانت مباحة من قبل ولم تأتي بإباحة محظور، والنسخ الذي ننكره ونمنع منه هو ما أوجب إباحة محظور. يكفي، نقف عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بعض الناس عندما تذكر له دليلا من الكتاب والسنة يقول أنا مقلد للإمام الفلاني من الأئمة 4 وهو يعرف الأدلة أكثر مني، فما التوجيه في ذلك وفقكم الله؟ هذا كذاب، ما هو تابع لإمام من الأئمة وهو يقول هذه المقالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كيف يتمكن العامي الذي لا يعرف التحقق من الدليل من الاختيار بين أقوال العلماء أو الترجيح بينها وهو عامي؟ الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول كيف يستطيع المسلم أن يعرف أهل الحق في زمن الفتن؟ يعرف أهل الحق بسيرتهم،
بسيرتهم التي هم عليها وعملهم الذي يعملونه، وإذا كان ما هو باستطاعته أن يعرف ذلك يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يصح أن نسمي النصارى اليوم بالمسيحيين؟ لا، لا يجوز هذا، ليسوا مسيحيين، هم يريدون أن يتستروا بهذا التسمي، هم ليسوا مسيحيين، إنما المسيحيون الذين على دين المسيح حقيقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل ودين المسيح عليه السلام انتهى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الكتب المحرفة اليوم هل تسمى ويطلق عليها كتبا سماوية؟ أصلها يطلق عليها باعتبار أصلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في وقت النهي ما حكم الصلاة على الميت بعد دفنه في وقت النهي؟ صلى عليه، مستثنى هذا، صلى على الميت في أي وقت كان إلا عند طلوع الشمس أو عند محاذاتها للرؤوس وقت الظهيرة أو عند غروب الشمس، هذا لا يصلى فيه على ميت ولا غيره. نعم. هذه الأوقات الثلاثة: عند بزوغ الشمس، عند استوائها فوق الرؤوس وقت الظهيرة، عند شروعها في المغيب، وهذه أوقات لا تتسع للصلاة، أوقات قصيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك بعض العوام يقول لعنة الله على إسرائيل، يقصد بذلك اليهود، فهل تجوز هذه العبارة؟ لا، لا يجوز. إسرائيل عليه السلام هو يعقوب نبي من أنبياء الله، فلا تقل لعنة الله على إسرائيل، لعنة الله على بني إسرائيل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم دراسة الأناجيل الموجودة الآن ونقدها والرد عليها؟ لا يجوز هذا إلا لأهل العلم المتأصلين في العلم، لا يجوز إلا للمتأصلين في العلم، ولا يجوز لأنصاف المتعلمين أو الجهلة أن يقرأوا في الكتب السابقة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أوراقا مع عمر بن الخطاب من التوراة فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها نقية؟ أنكر عليه، وعمر يريد أن يطلع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا أنكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نؤمن أن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت وما زال حيا، يقول: ما تفسير قوله سبحانه عن عيسى من قوله: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه؟ المراد بالتوفي القبض، المراد بالتوفي هنا القبض وليس الموت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها؟ ما معنى أو ننسها؟ يعني نؤخر نسخها، ننسها يعني نؤخر نسخها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر بقرض الربوي؟
لا، لا يقبل الله حجه ولا عمرته من مال حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلجيكا يقول: عندهم إذا توفي المسلم ينقلون الميت إلى بلده لكي يدفن هناك في مقابر المسلمين، لكن القوانين في بلدهم تشترط أن يوضع الميت أثناء نقله في تابوت من حديد مغلق ويدفن في ذلك الصندوق. يقول: فهل بسبب هذا الأمر تكون كراهية دفن الميت في التابوت الحديد قد زالت بالنسبة لأهله؟ لا يطيعونهم في دفنه في التابوت، ما يطيعونهم. أما أنه يوضع في تابوت وقت نقله لا بأس، أما أنه يدفن بالتابوت لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أحد الإخوة اسمه إسرائيل، فهل في ذلك حرج شرعي؟ لا، ليس فيه حرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم جلوس الرجال والنساء في المسجد لتلقي العزاء؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الجلوس لتلقي العزاء ولا تعطيل العمل لأجل العزاء، كل هذه أمور باطلة ولا تجوز. إذا لقيت المصاب في المقبرة أو في الطريق أو في أي مكان أو في المسجد تعزيه، دون أن يرتب لهذا اجتماعات وأطعمة وغير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وجدت شاة على الخط على الشارع ملقاة وهي حية، ولم أجد أحدا بقربها وخشيت عليها من التلف فأخذتها، يقول: ما الواجب علي فيما أصنع بها؟ لا تأخذها في البلد، أما إذا كانت في البر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك أو لأخيك أو للذئب، هذا في البر ما عندها أحد، أما في البلد خله يجون أهلها ويأخذونها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا دخل وقت صلاة الظهر ثم حاضت المرأة قبل أن تصلي، فهل تصلي هذه الصلاة التي دخل وقتها إذا طهرت؟ أي نعم، تصليها إذا طهرت، تقضيها قضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يسمى بنتر الذكر عند الانتهاء من البول لأجل الوضوء؟ هذا منهي عنه، لأنه يسبب نزول البول، إلا من كان محتاجا إليه، إن كان محتاجا إليه إنه يفعله، أما من كان غنيا عنه فلا يفعله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: امرأة في فترة الحداد على زوجها، هل لها أن تخرج مع بناتها وقريباتها إلى البر مع العلم أنها من خروجها إلى عودتها لا ترى رجالا أجانب؟ لا، ما تخرج، تبقى في بيتها وقت العدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لي أخ علماني ويناصر الشيوعيين وقد ناصحته فلم يرجع، يقول: كيف أتعامل معه وهل يناكح ويسلم عليه؟ لا، لا تتعامل معه، إذا عصى وأبى فلا تتعامل معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صليت في الحرم المكي صلاة الفجر فسجد الإمام سجود التلاوة ولم أسجد أنا والمصلين حولي، لأن بل ركعنا ظننا أنها ركوع ثم تبين أنه سجود ولم نسجد، ماذا علينا؟ ليس عليكم شيء، السجود هذا سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الشتاء
أحيانا عند الوضوء أو الاغتسال نترك الماء يجري قليلا ليصير دافئا ليأتي الماء الدافئ، هل نأثم وهل يعد هذا من الإسراف؟ لا، هذا لعذر، هذا لعذر، تصبر لما يجي الماء الدافي يروح الماء البارد لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ركع الإمام قبل أن أتم قراءة الفاتحة بل كنت في منتصفها، فهل أركع معه أم أكمل؟ نعم، اركع معه، إذا لم يبقى وقت تكمل فيه الفاتحة تخشى أن الإمام يرفع رأسه فاركع معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم حجز المكان للشخص في المسجد وهو غائب ولم يأتي بعد؟ حجزه للغائب لا يجوز، أما حجزه لمن كان في المسجد وضع في مكانه شيء وراح يتوضأ ولا راح بيته يجيب غرض ويرجع سريعا لا بأس بذلك. نعم. أما أنه يحجز في المسجد ويروح يبيع ويشري ويروح، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي حلقة تحفيظ القرآن لأجل المدرسين؟ لا، الله جل وعلا بين مصارف الزكاة 8 توضع فيها، ولا توضع في الجمعيات ولا في يعني أعمال البر تحجز وتحفظ، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من السنة التخفيف في صلاة المغرب والتطويل في صلاة العشاء؟ لا، ما يخفف المغرب، ليش يخفف المغرب؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في المغرب سورة الأعراف، قرأ في المغرب صلاة المغرب، فيجوز تطويلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت من البائع أو من الصائغ ذهبا ودفعت له المال ثم أبقيته عنده وقلت إلى أن أنتهي من التسوق، فهل هذا جائز؟ نعم. اشتريت من الصائغ ذهبا ودفعت له المال ثم أبقيته عنده وقلت حتى أنتهي من التسوق، لا بس، هذه أمانة، وضعته أمانة عنده لعذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، يقول: متى تحرم الخطبة على الخطبة، وهل ذلك دائم؟ تنتظر، إذا علمت أنه خاطب تنتظر أنت، فإن رد ولم يقبل تخطب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، ومع ذلك فإنه يأتي ويوسوس لي في صلاتي، فما العلاج في ذلك؟ العلاج في ذلك أنك تستعيذ من الشيطان بحضور قلب، ما هو على لسانك فقط، وسيذهب عنك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف من يدعي علم الغيب؟ لا تصح والعياذ بالله، هذا كافر، الذي يدعي علم الغيب هذا كافر، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فلا يجوز ادعاء علم الغيب، والذي يدعي علم الغيب كافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يذكر أهل العلم رحمهم الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. يقول: ما معنى هذه الرؤية بالقلب؟ إيش؟ يقول: يذكر أهل العلم رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، فما معنى أو ما المقصود بالرؤية بالقلب؟ رؤية المعراج لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء وجاوز السبع الطباق إلى سدرة المنتهى. فمن العلماء من يقول إنه رأى ربه بعينه، ومنهم من يقول إنه رأى ربه بقلبه لا بعينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رأيت، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: إذا رأيت صنما يباع في محل من المحلات، فهل يجب علي تكسيره وإزالته؟ ما تملك هذا، ما تملك هذا، لكن ترفع لرجال الحسبة إن كان في البلد حسبة، ترفع لهم هذا الشيء أو تبلغ ولي الأمر إذا أمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا تيمم الشخص للصلاة لعدم وجود الماء ثم لبس الجوارب، فإذا وجد الماء للصلاة الأخرى، هل يلزمه أن يخلع الجورب أم لا؟ نعم، أي نعم، يخلع الجورب. نعم. اللهم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لبست الجوارب قبل أن أتوضأ، ثم عند دخول وقت الصلاة توضأت ومسحت على الجوارب ناسيا، صليت بذلك الظهر والعصر والمغرب، يقول: ما حكم صلاتي؟ تعيد صلواتك، تعيد صلواتك، لأنك لم تلبس الجوارب على طهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الناس يترك العمل الصالح خوفا من الرياء، كأن يترك صلاة السنن الراتبة في المسجد خوفا من الرياء. هذا من الشيطان، هذا وسوسة من الشيطان. ترك العمل من أجل الناس شرك، والعمل من أجل الناس شرك، والعافية أن يعافيك الله منهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة، هل يقول الحمد لله بصوت مرتفع؟ لا، بغير صوت مرتفع، يقول بينه وبين نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض البلاد اعتاد لسانهم على الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهل ينكر عليهم باستمرار هذا الأمر؟ نعم، بينوا لهم، بينوا لهم أن هذا لا يجوز، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا الحج عن طريق نظام القرعة، وقد وعدت والدي إن وقعت القرعة علي فسوف أتنازل عنها له، فهل يجوز أن أتنازل لوالدي عن القرعة التي وقعت علي في حج الفريضة؟ نعم، هذا من باب الإيثار، آثرته على نفسك، وهذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي يقال بأنها موجودة إلى الآن؟ ليست موجودة إلى الآن، هذا كذب، لكن من فصل من جسمه صلى الله عليه وسلم يتبرك به، هذا في وقته عليه الصلاة والسلام أو قريبا منه، أما أنها باقية إلى الآن هذا كذب، يكذبون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقتني في بيتي
بعض المجسمات المنحوتة على هيئة مخلوقات وحيوانات؟ لا يجوز هذا لا يجوز أبدا، اتخاذ المجسمات التي على صور حيوانات أو صور آدميين، لا يجوز هذا لأنها صور مجسمة أشد شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إذا كان خطيب الجمعة عندنا أشعريا ينفي الصفات من على المنبر، فهل نترك صلاة الجمعة إذا لم يوجد جامع غيره؟ اجعلوا لكم مكانا تصلون فيه الجمعة أنتم وإخوانكم، ولا تصلوا خلف هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون، فهل وردت رواية لا يسترقون ولا يرقون؟ لا، لا يرقون، لا، ما وردت. لا يسترقون، نعم، يستغنون عن ذلك بالتوكل على الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن قراءة القرآن على ماء زمزم أو على ماء المطر يكون أرجى للشفاء بإذن الله؟ لا أعلم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند تعويذ أولادي بالمعوذات، هل لا بد من حضورهم أمامي؟ لا، ما هو لازم، ما هو لازم يحضرون أمامك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن من ند له شيء أو هرب له شيء أنه ينادي في الفلات: يا عباد الله احبسوا؟ نعم، هذا ورد، ولكنه يعني غير معمول به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أصيب بمرض معد فهل يجوز له أن يتنقل بين الناس وهو يحمل هذا المرض؟ لا، لا يجوز له ذلك، لأنه يضر الناس، بل يبقى في مكان إلى أن يشفيه الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أصيب بالوسوسة القهرية في الوضوء وفي الصلاة، يقول: كيف يصنع وقد حاول وحاول؟ يصنع ما ذكر الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، إنه سميع عليم. استعمل الاستعالة ويعافيك الله إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يشرع للمسلم أن يهجر أخاه المسلم؟ فوق 3 لا يهجر، إن كان ولا بد 3 أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ابتلي بعض من الناس بالنظر إلى المقاطع الإباحية والعارية في جوالاتهم، يقول: ما نصيحتكم في هذا الأمر وفقكم الله؟ نصيحتنا لهم أن يتقوا الله ويخافوا من الله عز وجل، ولا ينظروا في هذه المناظر الضارة المخزية، لا ينظروا فيها لأنها تفتنهم. نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن أفضل الخلق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما في ذلك شك أنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان
هناك رجل كافر مريض، فهل يجوز لنا أن نرقيه بالقرآن إذا طلب ذلك؟ نعم، قصة اللديغ اللي لدغ وكافر، فطلبوا الرقية من صحابة فرقوه على أن يدفعوا لهم قطيعا من الغنم، فأخذوا الغنم وشفى الله هذا المريض، ولكن لم يستعملوا الغنم حتى يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم لأجل أن يطمئنهم، أقرهم على ذلك وقال: اضربوا لي معكم بسهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الوحي هل يكون للأنبياء وغيرهم أخذا من قوله سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؟ هذا إلهام، هذا وحي إلهام، ما هو وحي.